لا يأمن مكر الله إلا وين المصلحة بتدريش. على فكرة وين المصلحة بتدريش؟ الناس بظنوا أنه يعني الحياة الدنيا نهاية المطاف، مش صحيح. ومرات اللي الإشي اللي أنت تراه سلبي وراء إيجابيات. صلاح الدين الأيوبي ولد من هون، وكانوا قبيلته بترحل نتيجة قتل، عملية قتل، قبيلته بترحل عن بلدها حتى أنهم تشاءموا أهله منه. ولد في نفس اللحظة اللي قرر أنه هذه القبيلة ترحل، أبوه تشاءم منه هالطفل اللي ولد هالقيت. بعدين شو كان صلاح؟ صلاح الدين شو كان صلاح الدين فيما بعد؟ ايش الخطة؟ ايش خطة الرب اذا صح التعبير؟ كيف بيسير الاقدار؟ وين بتوصل الامور؟ وين بتوصل الامور؟ تدريش. انتو هون موجودين الان في انتو هون موجودين لما تدرس التاريخ كيف وصلتوا هون؟ يا ما صار مصايب، ويا ما صار اشي، ويا ما كذا الاخيري، وجدك اجى من افغانستان ودارت الامور واجت الكذا، وهيك هون وهيك وهيك رئيس البلدية، واللي مش فاهم انا يعني مش المهم. فهون هذه لذلك الواحد لاحظوا يعمل وما يسألش ايش يعني ما يسألش. اقدر دائما ايش؟ لعله خير، لعله خير، اعمل بس مش يقعد يقول لعله خير، ما يدرسش طول العام قال وبعدين في الاخير تطلع النتيجة اوكي قال لك لعله خير. ما انت مقدم بالخير انت. مفهومة هاي، مفهومة.